فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلها في النار. هذه الحلقات دائما أنا عندي لها عنوان كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وبالحديث في الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم القيامة، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فهذه الحلقات كشف لكل دول صاحب باطن. أي دول عنده جلابية بيلبسها قدر مقاس. ذكرت آيات في صوفي بيطرش. ذكرت آيات في أخو مسلم بحك صدره. ذكرت آيات في واحد بدع حرام يقولوا طلب برضه بكوري، بل في أنصار سنة ذاته بكوري. فأي دول عنده مكاس عنده جلابية بيلبسها. واحد قال لي مثلا يا أخ النادي بيتكلموا طوالي في البرعي. الصوفية بقول لك يا أخ طوالي بتقول البرعي يا أخي، الكلام ده في أنصار سنة قالوا كده. خليه الصوفية، الصوفية في واحد والله لو ذكرت شيخ البرعي والله كورك البرعي ده، حتى لو جبت واحد بتاع سيارات، دول بتاع سيارات بتاع بنجو، سألت البرعي شنو؟ حيقول لك البرعي ضال بتاع السيارات، حيقول لك كده. والله انا واحد صفوجي، صفوجي قال البرعي ما تقول البرعي ضال، ما قال ما تقول البرعي ضال. لو جاء واحد بتاع حرام القلوب طلب حيقول لي صح انا بتاع حرام القلوب طلب لكن البرعي ضال. ليه؟ لانه البرعي بنادي بنقول ان ادعو غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء خمسه رجال من الصفوجيه جوني قبلي، الكلام اللي ذكرته قبلي كده، وقلت لهم حاذكركم كل ما اتذكر ان شاء الله كل راس ساعه، حاجبكم على الهواء مباشره طوالي. في الركشه، في الحلقه، في اي مكان، في اي مكان. جو قالوا لي يا اخي انت بتشتم عندنا لك نصيحه، قلت لهم نصيحتكم كان رجعتوني بالكتاب والسنه على العين والراس. قالوا يا اخي انت بتشتم وانت متابعين لك جماعه، يعني بعد الشباب المنحرف عن الطريق المستقيم. قلت لهم قالوا يا اخي في مثل ناس مزمل وابو بكري اداب ومثل مصطفى محمد مصطفى بتاع عبد القادر، ذكروا لي اسامي. قلت لهم كده اجيب اول حاجه، انا لا مزمل ولا محمد مصطفى ولا ابو بكري اداب. داير ناس مزمل، قلت له اركبوا من العربات كندوا امشوا هناك تلقوهم في الشجره هناك، او في ساكنين في حتات ثانيه. دايرين محمد مصطفى امشوا هناك ما اعرف في الفتحات. انا اسمي الطيب ضحاويه، مع ذلك بقول لكم الناس دول اخواننا وعندهم دعوه واضحه للتوحيد. انتوا دعوتكم وينها؟ كأن دخل انتوا دعوتكم وينها؟ بعد شويه قالوا لي يا اخي انت بتقول، واحد قال لي انت بتقول البرعي الضال، قلت له البرعي ما ضال؟ لو ما ضال ضال انت ولا انا اصلا؟ لانه البرعي ضال. والكلام ده كلام القران. قال لي دي شتيمه، قلت له دي ما شتيمه، اديك نفس الكلام. بعد شويه خلوا الكلام، قال يا اخي انت تقول البرعي طوالي، قلت له ليه؟ قال انت بتقول لما انت تتكلم في المسجد بتقول البرعي، بتقول فعلا صارت لنا ذاته بحق ظهره. قلت له طيب حتى ما حكيت انت مالك؟ انت حتى ما كورك ده؟ فيا عبد الله بعد شويه بيجي يفتشوا لي في مشاكل ثانيه، قالوا انت مشيت قدام وقفت الدعوه، جوك ما عرف دفار وبوك، عملت مشكله كبيره ودوكوا للقسم. قلت له ما مشكله، الانبياء عملوا مشاكل بل ماتوا انبياء، ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه دعوه ماتوا فيها انبياء، انبياء لما نقول لك انصارتنا بتلكلك ده ما كلامي انا، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، قال: لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم ده لا جبهجي ولا شيعي ولا صوفي، من خذلهم ده دول بدقن عديل، بدقن عديل. يقول لك شنو؟ زي ما قال فرفور: كلك حلو، كلك حلو في الدين ما بتنفع. كلك حلو، الدين ده الطريق واحد. فيا عبد الله انا قلت للجماعه ديل، قلت لهم كما قالوا اخواننا دعوتكم قايمه على البنطلون وعلى الاماره، ايوه ده حق، لكن دي ما الاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد، جاء في مجتمع كان فيه الزنا وفيه شرب الخمر، ما قال لهم خلوا الخمره ولا قال لهم خلوا شنو؟ الزنا، بدا بالعقيده الصحيحه، عشان كده ضربوه واذوه عليه الصلاه والسلام.
فالدعوة جات العصر للتوحيد. ها واحد قال لي انت ذكرته وده اسمه حسن حجازي، دكتور اسمه حسن حجازي قال لي انت ذكرت عبد الحي يوسف في المغابر، اجاب عبد الحي يوسف في المغابر شنو؟ قلت له اهل الضلال نذكرهم في اي مكان. ها حتى انا لما ذكرت عبد الحي يوسف في واحد انصار طلنا قال لي حسبك حسبك، قلت له والله ما اخليك. ها هذا الكلام في المغابر، موجود في المغابر. فيا عبد الله هذه دعوة، الدعوة واضحة. ها الدعوة واضحة لما تجي حد يتكلم، وهذا آخر كلام قالوا لي، قال لي يا أخ ما تتكلم في المسجد ده تاني، والمسجد ده في دردوك هنا. آخر كلام قالوا لي ما تتكلم في المسجد ده نهائي. قلت لي واحد، قلت لي المسجد ده شيله في راسك يا أخي، أنا بتكلم في الكارو في الركشة في أي مكان، الدعوة دي ما عندها مكان في أي مكان. منعونينا بجيب بغالي، منعوني بغالي بجيب بغالي في أي مكان، والدعوة دي ما دايرة كترة. ها ما دايرة كترة، عشان كده واحد يقول لك يا ها بالحكمة، الحكمة يا هدادات، ها الحكمة يا هدادات. ها والله أنا قبل يومين قبل ثلاثة يوم مشيت شندي، ها المسجد كله كورك، لما ذكرت البرعي أنصارت لنا عليه قال له خفض الصوت خفض الصوت، ما له خفض الصوت دار أغني على مجروب تلم بالراحة 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 يا هذول، والمشاكل دورت. ها فالأسطر الدعوة فيها مشاكل. ها واحد قال لي يا اخ ها لانه انت ما بتتكلم بالحكمه، وقفت الكلام وقفت المساجد. ها فناط الصافيه ديل قاصصين بناط الصافي، دعوتهم قايمه هاي انصار السنه، ها وحزبيه وما حزبيه، لكن انت انا قلت لو انتوا تكون حزبيين دعوتكم وينه؟ اين دعوتكم؟ ها وقلت لهم عشان الكلام ما يقول لكم قالوا قلنا انا حاجبكم عديل على الهواء مباشره، عشان ما يقول لكم الطيب قال. ها عشان ما يقول الطيب قال انا حاجبكم عديل. مشيت الدامر مشيت شندي مشيت اللبيط جيت الوحدة في اي مكان دخلت البرعي حاجبكم انتوا. ليه؟ لانه انت قلت لي ما تقول البرعي الضال، لانه قلت لي كده. ها والبرعي ضال، ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة. ها فقبل ما اختم لانه في ها شباب متقدمين من بعدي، الصوفية ما دخلوا دين، افهم الكلام ده، الصوفية يا انصار سنة صفوجي، ها بقيت اخو مسلم، الصوفية ما دخلوا دين، والله الصوفية دخلوا دين لو ربنا طور ابو لهب، حيقول لا حول ولا قوة الا بالله، زي ما سمعت الفنان قال شيء كلام زي ده اصله ما معقول، كمان ابو لهب حيقول شيرك زي ده اصله ما معقول، شيرك عفن. ها البلد دي الجنة ماتكو واحد، الكون ماتكو واحد، القروش مازيكا واحد، الصاقعة مازيكا واحد، يا دول كلام عجيب. ها الجنة ما تكون الشيخ الكباشي واللي زي رقاب، دي التخصيص نساء وتوليد بس ما تكون جنة، داير ولد طوال تمشي الجماعة دي البيان، الولد بوقية والبيت بنصوقية. ها داير الصاقعة مازيكا واحد، ها برضه ماسك الصاقعة، داير القروش في واحد ولد بدر ماسك القروش، تقول يا ولد بدر من الفقر، داير الكون، الكون ما تكنوا المرغنية وحسن وتحتونة، ما سمعت البرعي قال ها قال حسن بكم في الكون متحكم، المرغنية قالوا لا نحن المراغنة عن قدم الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، عليك الله تعالك بالله يا صفوجي. ها الكلام ده أبو لهب ما قالوا، ها قالوا نحن ماسكين الكون ده كده، ده كون ده ولا ركشة يا ماسكنوا المرغنية وحسن وتحتونة، ده كون شنو ده يا اخي؟ بعد يجيك واحد يقول لك بالراحة. ها والجنة ها معروف يا جماعة، ربنا قال الجنة ده الكافر والمسلم، ربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق، بني آدم جميعا ربنا قال خلق من ماء دافق. ها ها ربنا جاب الجنة كده، ها وراحدين بدون أولاد صر، واحدين بنات صر، واحدين أولاد وبنات، واحدين لا بدون لا بد لا ولد. انت يا ربنا لا يديك بيت ولا ولد ما توديها الشيخ، لانه الشيخ حيمقلبك، الشيخ حيمقلبك. ها حتجيب له خروف حياكله باربعه، وحياكله المراه، وحياكله بشنب ذاته، حيغتت حجرك. ها والله واحد صوفي قال لي اكلت البيت كله، والله قال لي اكلت البيت فيه بنتين، قال لي كبار اكلتهم ضربت البنتين، ها قبلت على امي ان عمر 60 سنه قلبتها، قال لي بشرف ذاته يعني برضه قلبته، قلب البيت كله، ده صوفي قلب البيت كله، والكلام ده عند الصوفيه موجود. ها في كتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني دمده وعبد الرحيم البرعي، والله ده فيه قله ادب من الشرك،
داير اللواط فيو، داير الزنا فيو، داير شرب البنكو فيو، داير اي حاجه، ها؟ دول عريان بيطلع على المنبر عادي، ها؟ فيو، ها؟ الشيخ هنا قال كان رضي الله تعالى عنه يطلع على المنبر عريان ميطي، يا دول نحن عارفين السنه واحد يقول لك انت عريان، عريان مالك؟ يا دول شيخك عريان مره واحده، مره واحده ما لابس اي حاجه. ما لا بدي حاجه ودي سنه، ها؟ بعد ده انا مستغرب في الناس يقول لك يا اخي بالراحه وما تتكلم في الناس، والله هذه الحلقات ها ونعزب هؤلاء الشباب دعوه واضحه، دعوه واضحه، فافهم الكلام، نحن لا تابعين للحزب، ها؟ لا لجمعيه، لانصار سنه، تابعين للرسول عليه الصلاه والسلام، في كلام؟ في كلام؟ ما في كلام، ها؟ لانه انت لو مسجلني معاك افصلني. أنا تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ ويا عبد الله المعصوم هو عليه الصلاة والسلام، وأي دول بيدعو للتوحيد دعوة واضحة جاي من أمريكا، جاي من الغرب، جاي من السعودية، جاي من أي كلام، ده أنا والله دول أخوي أحبه في الله سبحانه وتعالى، عشان ببلغ دعوة التوحيد شنو؟ واضحة، أما دول بيخش بيا حمد ومرق بيا خوجلي ويدخل لك بيجاي ومرق لك بيجاي، ها؟ ده دول غالي غالي. فالدعوة دي أصلاً دعوة مشاكل، ها؟ دعوة مشاكل، لو داير دعوة دون مشاكل أمشي أقعد هناك في بيتك، ها؟ نحن متجاهدين لموت لأي حاجة، هؤلاء الشباب طلعوا بلدعوا في أي مكان، ها؟ أنا يعني بعرفوا الناس مشوا الجزيرة ناس مزمل فاتوا غريب في النار، واحدين بيفوتوا وين؟ والثلاثين شغالين، شغالين، يا حتى الجماعة دين جوني بمقصد أبو القبينة. بيبوكسد ابو القبينه وجابونا بعربيه، طيب العربات دي لو ركبوها ناس وفاتوا في النار ولا فاتوا نصر حل ذلك ولا فاتوا نصر عبد الحيوذي ولا عصام احمد البشير، قلت لهم ما كان احسن؟ ما كان احسن؟ تجيني انا ضلالي شنو؟ ضلالي شنو؟ قول انا ذا الزاد، ذا الضلال بتاعي شنو؟ ها؟ فدعوه ما في، ها؟ اكثر الناس حتى في مساجد السلفيين الا ما رحم ربي الدعوه قليله، الدعوه قليله، ها؟ الدعوه قليله. فيا عبد الله لا بد بالعقيده الصحيحه، بدون عقيده الناس ما بيجتمعوا، ما تقول لي الحوار واجمع الناس، ما في اجتماع، ما في اجتماع الا بالتوحيد، ها؟ وبالعقيده الصحيحه ده الشيء اللي بيجمع الناس، لكن كونه داير نتسمى انصار سنه واخو مسلم وشيعي وجبهجي ما بنتسمى نهائي، ما بنتسمى نهائي، ما بنتسمى مع الزول الا الزول العارف، وده كلام نحن بننبهه رب العالمين ومستعدين نناصر به اي زول الى قيام الساعه، الدعوه دي واضحه، ها؟ بقيت انصار سنه صف وجه عندك لنا كلام، ها؟ داير تناظر؟ تعال خليه حميده، خليه حميده، تعال انت ذات، ها؟ عندك لنا قول دعوتكم دي ما حق، نحن جاهزين، جاهزين بالادله الكلام اللي عارفينه من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ الدعوه واضحه، والدعوه دي فيها دعوه حق، الرسول كان يذكر اسماء، ها؟ وكان عنده غلظه على المشركين وعلى الباطل وعلى اهل الشرك، فنحن برضه نتاسى بالرسول صلى الله عليه وسلم عندنا غلظه على اهل الشرك، ها؟ وربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي نفرين ضالين ضلوا البلد دي. نفرين، ونختم بهذا الكلام وقدم الاخ محي الدين من بعدي، نفرين، ها؟ ضالين منه عبد الرحيم البرعي ده، الجماعه اللي قالوا ما تذكروا عبد الرحيم البرعي ده تلقاه في الركشه في الحافله، ومنهم محمود عبد العزيز، والله خير لك محمود عبد العزيز، ها؟ لأنه محمود عبد العزيز أكثر شيء بيقول لك مشيت جبال نوبة حبيبنا الأولاني رحل الغمام ساب البلد، وأخيل لك البرع، أخيل لك محمود عبد العزيز، لأنه البرع بيقول إذا ناب خطب في البلاد نذير فقل يا ولي الله إسماعيل، ها؟ فيا عبد الله والله لو مت العقيدة الخربة والله جنة ما عندك، الجنة السمة قدحة نهاية، ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظلم أنصار، ها؟ لو مت على التوحيد إن في النهاية أنت بتموت، ها؟ تموت على العقيدة الصحيحة ربنا يمكن يغفر لك، وهناك يا جماعة الحياة دي نهايتها بالموت، وقد دفنوك دفنوك في البندال ودوك حلة حمد ودوك دفنوك في السعودية بيجوك ملائكة بينهاروك، الرسول قال فين تهيراني، ها؟ ما بقول لك يا لو كنت دكتور كبير الجراحين في الخرطوم، ها؟ ما بقول لك يا دكتور عصام لو سمحت من ربك بالراحة، يا باشمهندس مهندس لو سمحت من ربك، ويجي لي واحد عتالي يا عتالي، العتالي والمهندس والطيار انه كل واحد، والله لو كنت كبير الجراحين وقد عقيدة والله حتعرف حاجة، لو كنت كبير الجراحين ولو كنت عتالي بين وحدة عقيدتك صحيحة ربنا بيتجاوز عنك، ها؟ لأنه هنا في الناس هنا في السودان حتى الدكتور والعتالي ما واحد، أتحداكم كلنا القاعدين ديل نمشي مناسبة فيها كبير الجراحين وفيها عتالي،
والله كبير الجراحين اول من ذي العربيه قابلوا جراح فلان جاء فلان جاء يقابلوه قبل ما ينزل من عربيته. اما لو جاء واحد على التالي سلام عليكم سلام عليكم صار بيجيب خبر ما في. ها شفت الجراح كبير الجراحين وخطوا قطاده نفرين. شوف الدكتور ده لو داير اي حاجه ولو يا دكتور ما دار زياده لحم ما دار زياده شطه انت مالك وماله يا اخي. ها ما خنقت ما انت مالك وماله خنق ولا ما خنق والله العتالي لو خنق الا يدم دلو دول بيجيب خبر ما في الا يقوم براه والله وطالله. هناك الملائكه ما بفردوا ما بعرفوا لك عتالي ولا بروف ما تكون زي البروف. حضر الفاتح غريب الله ده قد عقيده ده قال الوالد الصالح بعد ما يطلع من قبره يقطع حوايج الناس ويرجع راي. ادعيكم بالله دي عقيده الصوفيه عندهم الدول بعد ما يموت يطلع من قبره يقطع حوايج الناس. ادعيكم بالله هل قاعدين ديل حتى لو جاء واحد دفناه صلاه الظهر قال السلام عليكم هل بنتظر فيكم منه حدهم جارين كلكم يا عند الصوفيه تجي عادي تتونس مع عمرتك يا زوجتي في كيف حالك في هذه المده الطويله التي لم اراك فيها وترجع ثاني. طيب تعال ايه جاي الحراسه يا حراسة الحيوت دي بتطلع على كيفك. الحراسة دي لو ما جاتك ضمانة البوليس لو طلعتها بيقول لك ارجع ضمانتك ما جات تنسى. انت في الحراسة انت مت مرة واحدة. ها فنسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. انا اشكرك يا ولدي اشكرك على كلمة اللي قلتها دي اشكرك عليها كثير. انت ما قلت انا انصار الله ورسول الله صح؟ الكلام ده قلته بخشمك؟ خلاص نينا كلنا أمنا حواء وأبونا آدم أولادي ومخلوقين جميع. كلمتك دي أنا أشكرك عليها كثير. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.